التواصل الاجتماعي، كنت ضربت طلة وشفتك نشيط كثيرا على مواقع يعيشك التواصل فوالا. الاجتماعي. نقول ليك خالد، إذا هذه الآلة كذلك عندها وزن ثقيل في الفن، وشيء مختلف في الطبوع اللي نقدروا نأديوها بآلة القانون؟ بآلة القانون نقدر نأديو جميع الطبوع، سواء طبوع مشرقية أو طبوع تاعنا الأندلسية. هي دو بريفيرونس كما نلعبوا لها طبوع مشرقية، تمد بيان سور، أكثر. تمد أكثر، تكون أكثر حساسية في الموسيقى وفي السماع من حيث الأداء. وكما انا بيرسونيلمون انا واش نشتي نلعب، نشتي الطبوع المشرقيه كما الحجاز، كما نهاوند، ولا هادو طبوع نقدر نعبر بوكو بلوس، ولا نقدر نأدي اداء في ستيل دو جو خير من حاجه اللي طبع الطبوع نتاعنا تاع المالوف. يعني ما تأديش بزاف بالمالوف، وإنما هذا تميل رايي، أكثر هذا ل رايي الشخصي في الاداء تاع الاله. أنت أدائك يكون فوالا، أكثر في الأداء المشرقي في ولا المشرقي نحس باللي كاين بوكو بلوس دو ليبرتي على الشيء اللي رانا نأديو فيه. جميل جدا. مهما أديت حيكون الأداء جميل وحتكون حتضربنا. حين نولي وليك، لكن الآن أدعوكم وأدعو مشاهدينا الكرام إلى الاستماع لهذه هي الأغنية لفنان، خلينا نقول شكل نجومية منفردة خلال سنوات الستينات والسبعينات، رافق كبار نجوم الأغنية الجزائرية في سنوات مجدها، أدى أغنيات علقت بذاكرتنا وبذاكرة كل الجزائريين، منها جزائرية، رانا هنا، وآه يا قلبي محمد العماري، وأغنية آه يا قلبي نهديوها ليكم أنتم مشاهدي عشية صيف. آه يا قلبي شحال تقول لي، آه يا قلبي شحال تجرح منك، آه يا قلبي شحال تقول لي، آه يا قلبي شحال تجرح منك، وحال يرجع لي يا قلبي شحال تجرح من مرة، لا 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 لا، تركني وحدي بدمعة خدي، ناري بكدي حرقت كبدي، الحب ضاع ضاع الأمل، محال كل ما عندنا يعود، آه يا قلبي شحال تجرح من مرة، آه يا قلبي آه يا قلبي شحال تقويت مني، آه يا قلبي شحال تجرحت من مرة، محال يرجع لي حبك، محال محال كل ما عندنا يعود، محال يرجع لي حبك، محال محال كل ما عندنا يعود، آه يا قلبي شحال تجرح من مرة، لا 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 لا، زاد الألم وعم الظلم، ضاع الغرام والابتسام، ما بقى من الحب إلا الخيال، محل كل ما عندنا يعود، آه يا قلبي شحال، آه يا قلبي آه يا قلبي شحال تقويت من ديا، آه يا قلبي شحال تجرح من مرة، محال يرجع لي حبك، محال محال كل ما عندنا يعود، محال يرجع لي حبك، محال محال كل ما عندنا يعود، آه يا قلبي مقطع
جميل جدا من برنامج سهرات المدينة من إخراج السيد سمير قنز للفنان العملاق محمد العماري اللي كان خلينا نقول عميد الأغنية الجزائرية في سنوات مجدها لما كانت الأغنية الجزائرية العصرية الحديثة. كان عنده أغنية مع مريم ماكيبا وأهدى كذلك أغنية لأريستو تشي غيفارا حين أغتيل. عجبتك الأغنية؟ رائعة رائعة. يعني وش بدي نقول، انا المرحوم محمد العماري هو كان يعرف بي على ما اظن يعرف بوحش الخشبه. صحيح، يقول وحش الخشبه، وحش الخشبة. يعني صوت من الاصوات هذيك الذهبيه اللي ما كانوش ما لقاوهمش بزاف ان تينار. صحيح. اون بلوس لا شونسونات اللي امتاز بها هو في جيل السبعينات، نظن الستينيات كان داع الصيت تاعو في اواخر الستينيات السبعينيات، دونك هارم كبير ومد الفن الجزائري وخدم يعني سيت ان كومبوزيتور في نفس الوقت مؤدي ويكتب اغاني يعني ترحموا عليه في هذا اليوم. وكانت كاينه واحد الاغنيه لا غالب نسيتها كونني اديتها اليوم، كنت سمعت واداها في تيم قاد، ايضا غنى للجزائر بزاف، كان عنده حب يعني كبير وكبير يعني للوطن تاعو، كان يقول لهم انا جام لالجيري نقعد اون الجيري. دونك كان هذا شكون ما يحبش الجزائر، فوالا كان السلوغون تاعو نحب بلادي نقعد في بلادي. غنى اغنيه هايله، كان يقول لهم انا جو سوي دو بوجي جو سوي دالجي لا بلانش جو سوي دو كونستانتين انا من الصحراء العميقه وكذا، يعني نترحم يفتخر بكل جزء من اجزاء الجزائر الحبيبه. احكي لنا على ميولات امين بناح في الطبوع، هل تميل اكثر للملوف او الحوزي؟ احكي لنا على ميولاتك. بون لا ميوزيك سي تو سكي ادوسي لي مورس، من بعد الشيء اللي ثاني اللي طيب لك خاطرك. انا نسمع كل الالوان الموسيقيه وتو لي جوغ اللي كاينين. نسمع كيما تكلم خالد بين نحب مقامات عربيه ونحب لو كار دو طون هذاك، مام حتى لو سانزيام نحب نروح الموسيقى تركيه وموسيقى هنديه وايرانيه في نفس الوقت. يعني الموسيقى الجزائريه انايا هي عندها اون بارتي كبيره في قلبي، سواء التراث اللي راني اختصيت فيه لانه باغامور، وفي نفس الوقت كل الالوان الموسيقيه اللي كاينه في الجزائر كي تبدا فيها تلقى روحك ما تخلصش، يعني ما تكونلكش فرصه انك تروح لالوان اخرى تلمو كاين هذاك الاختلاف الكبير وكل الانواع نأديوها هنا في الجزائر. ويعني الفن يجمع كل ما يعني كل موسيقى العالم انا نحبها، ونظن انه خالد ثاني شاطرني في هذا الراي. فوالا الراي هذا جميل جدا، واصلا هذا هو تميز الفنان لما يؤدي كل الطبوع باحترافيه، ولما يحب كل الطبوع، لما يختلط بالثقافات هكا باش كي تخرج مره اخرى للخارج ولا تروح الى دول اخرى تلقى روحك مرتاح آلاس. ياسر، والفنان ايضا لازم يكون حامل رساله ما نساوهاش هذه. الفنان يعني هو يعتبر في التعريف تاعو اكاديمي نقولوا هو مفكر من اعلى درجات التامل، دونك الفنان يكون عنده هذاك الفكر الخلاق انه يقدر يلقى حلول لمواضيع ويلقى يعني يجيب هذيك الفكره من عالم المثل كيما نقولوا ويجيبها للعالم العالم الحسي تاعنا. والفنان هو صوره الوطن يعني في خارج البلاد، سفير الثقافه الوطن. وسفير التراث خارج البلاد. ان شاء الله نقدروا نكونوا سفراء، ان شاء الله نكونوا من هاد العمالقه، احنا رانا مازال نتعلموا ورانا نافونسي في هذا الميدان، ان شاء الله نقدروا يكون لنا هذا الشرف وهذا الحظ ان نمثلوا بلادنا ونكونوا سفراء الجزائر الحبيبه. ان شاء الله يا ربي. امين، احنا اللي جي عندنا نديروا له مفاجاه صغيرة. وي. وانت اليوم عندك حقك من المفاجآت أكيد. نروح نشوفوا مع بعضنا مفاجأة حضرها المخرج نبيل يعقوبي خصيصا لأمين بنح، ولا نعود بعد ذلك، ابقوا معنا مشاهدينا.
من كل صنفان. هي اجواء بلاطو عشيه صيف، عجبتك؟ تري بيل سوربريز والله، ترو ديمونسيون كيما نقولوا. فرحت كي شفتها. هذا سي كليب سجلته بور لا بروميير فوا، اول كليب تاعي مع محطه قسنطينه الجهويه، وشرف ليا كبير. فرحت بزاف نهار سجلته، كنت مريض وجيت سجلت هذا الكليب نشفى عليها. دونك سجلناهم بور رمضان 2019، وهذه مفاجأة. نشكر نبيل بزاف عليها هذه المفاجأة، لأنه أنا حبيت نشوفها، وصافي درك مدة ملي حبيت نشوف هذه التسجيلة. دونك شوي تخي كونتون. أنت لبيت لنا الدعوة، وحنا أكيد الحين نفاجئوك. شرف لي أنا كي نجي لهذا المنزل تاعنا كيما نقولوا. شكرا. حنولي ليك خالد. إذا في شهر ماي، حسب موقع صفحتك على موقع الفيسبوك، في شهر ماي كان هناك ملتقى دولي افتراضي لآلة القانون. القانون تحت شعار قانون في داري. أيوة. هو جمع ثقافات وفنون من المغرب، من الجزائر، تونس، تركيا، بلجيكا. احكي لنا عليها شوية. هذا المنتدى الافتراضي هو دارو عبد الناصر المكاوي، اللي سبق والتقيت به في سيمبوزيوم تاع آلة القانون في الجزائر العاصمة 2015 و2016. نحيي محمد السعداوي الكوميسير تاع السيمبوزيوم. ابري من بعد ابري ان سارتان مومون بقينا اون كونتاكت في لي ريزو سوسيو، واللي جا النهار اللي ادى هو ثاني منتدى وملتقى في المغرب، واللي رحت عندهم تما في الرباط. هي كانت المهرجان الرابع لآلة القانون. من بعد وكان معول يزيد يعاودو اون 2020، هادي سيتي اون 2019. اون 2020 دار منتدى افتراضي كوم بسبب الظروف التي فرضتها بسبب ظروف تاع المرض. فوالا، وولات عاده نشوف لي زارتيست ولا في بارتو دون الموند يديروا دي هكا منتدى افتراضي، منتديات افتراضيه. فوالا، وكانت جا تكلم معايا قال لي ها واش حندير واش ندير، اسكو راك انتريسي تكون معايا؟ قلت له بيان سور. حنا في هاد لي زوكازيون ارتستيك ولا كيعود هكا مقام محطة كمان لا مجال لا مجال سما لي لي افيك بليزير. شاركنا فيه، وكانوا حاضرين معنا من عديد من الدول، تونس، العراق، اكشستين، المغرب، بلجيكا. جميل جدا. هذا هو جاست مليحه بيان سور، وحاجه مش سهله اكيد. ايماجين خدمه كل واحد يبعث له الفيديو ومن بعد باش تاسومبلي بيناتهم، خدمه صحيح. صعيبه خاصه عن بعد. كان 78 آلة قانون في هذيك الفيديو، الله يبارك، وصلحت الحمد لله، اللي صلحت وجات. رغم انه كسرت حواجز يعني الحجر الصحي، وخلينا نقولوا دات المحبين هذه الاله. أيوة. الى عالم اخر نساو من خلاله الظروف، باش نساو المرض وورا الظروف هذه. وفي لابيريود هذيك كانت شائعه في لي ريزو سوسيو المنتديات الافتراضيه.
ماشي غير في الاله القانون، من جميع الالات وما جميع لي زارتيست. وامين الحجر الصحي شفنا بزاف هاد التجارب الموسيقيه، كانت فرصه جميله يعني. صحيح. ما الفنانين قربوا لبعضهم، كان هذاك المواقع يعني قربوا، يعني الحجر الصحي لا يعني توقف عن الفن، لا يعني ياشر. حتى كانت هناك دراسه عن بعد لا يعني توقف عن الدراسه ياشر. هي تحديات خلينا نقولوا، انسان كيما نقولوا ان شاء الله نكونوا نجحنا فيها. فوالا يلقى كيفاش مع البيئه هذيك والحاله اللي تكون فيها، يلقى كيفاش يتأقلم. صحيح. وش رايك تعطينا مقطع تاع آلة القانون وحدها؟ ايه تفضل. من آخر خالد، شكرا لك الصحة خالد، جمال هذا الأداء بأناقة هذا المقطع اللي خيرته لنا. شكرا. هذا مقطع تركي اللي نحبه سانسانون شتيه، تحب ثقافة تركية متأثر بها؟ نتأثر بها، هي القانون هو اللي خلاني خلت فتح لي مجال الموسيقي اللي أداني نشوف الأتراك سيل دو جو تاعهم في القانون. ترحموا على خاي كارادو مال ربي يرحمه، اللي كان حاضر في عمالقة القانون. نعم فوالا، كان حاضر في قسنطينه وفي في سكيك دا اون 2008 فيستيفال انترناسيونال دو مالوف. فوالا الاماكن غاشي كي شافوا سيتي غرونديوز. ما عرفت كان حضرت انا، حضرت بيان سور، حضرت لي ماستر كلاس جابوه الكونسرفاتوار كنا صغار. تحب القانون امين؟ بيان سور ميم القانون عزيز عندنا في التراث حنا. كي تهز طابع الحوزي مثلا تهز القصائد مثلا بن مسايب بن سهله، تكلموا بزاف كي يتكلموا في الجوق مثلا، ما يهضروش على الكامون جاوي، يهضروا على القانون. فوالا يقول لك جو قانون سنتير. في المومون هذاك هو اللي صاوي ان امباكت القانون في الجزائر، اللي جا فيه كارادو مان ربي يرحمه، اللي جميع من اللي كان يعزف على آلة القانون شاف
شاف آلة واحد اخرى شاف آلة ما يعرفهاش. صحيح. وهي هي آلة القانون نفسها. بيان سور لا فيرتيوزيتي و لو نيفو بروفيسيونيل تاع لا ميوزيك هذيك. شاف ان اوتر ستيل، اون اوتر ميثود، اون اوتر فاسون دو جوي. لا هي آلة أصيلة وصوتها يسحر، خلينا نقولوا ياخذ الى عالم يطرق. اخر فعلا. صحيح. احكي لنا امين الان شويه على تجولك خارج الجزائر في ربما حفلات او مهرجانات. بون خارج الجزائر كانت عندي الفرصه الكبيره اللي نلتها سيتي افيك لو كونسرفاتوار اولا. دونك جي في مع الكونسرفاتوار ان ستاج اون 2008 كيما سبق وقلت لك، درنا اون 2006 هنا في قسنطينه دي ماستر كلاس، ومن بعد ان ستاج اون 2008 2009 2010. من بعد انا ورا ما كملت لي زيتو تاعي ودراستي في الجامعه، دونك درت ثاني اون ليسونس اون اري كولتور في كليه الفنون والثقافه، بازلت تهتميت بالفن اكثر وفلسفه الفن وماهيه الفن. فوالا من بعد كانوا عندي فرص، خدمت اتيتر بيرسونيل دونك حفلات في فرنسا بوكو بلوس، كنت الوالده انا شاعره ما شاء الله، امي شاعره. فوالا كنا نخدموا ثاني دي ديو اونسومبل انا وياها، خدمنا في اجنيف، خدمنا اون فرونس ثاني. كانت هي نجيب انا دي بوام من الاندلسي تاعنا ومن التراث تاعنا ونترجمهم باللغه اللي فهموها الناس، بون ادي بالطريقه تاعنا المحضه، ونمز الشعر تاعها مع الشعر تاعنا ونقدموا لهم ان بوكي ارتستيك كيما نقولوا، يجمع بين لو بوام وبين فوالا. وزيد اون بلوس كاين هذاك الجانب تاع ام وابن، ام وابنها، اتساق وانسجام لا مثيل له. اكزاكتومون. وعندي علاقات مع فنانين كثير، دونك عندي اصدقاء في المغرب الشقيق في تونس، نتواصلوا مع بعضنا بلي ريزو سوسيو، دونك نبعثوا نخدموا، عندنا مشاريع هكا رانا معولين نديروهم، ان شاء الله تجوز علينا هذه الازمه برك. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. حندعوك وندعو امين وكل مشاهدينا الكرام الى الاستماع الى اغنيه لفنان استحق لقب عميد الأغنية الصيفية، لا لشيء، فقط لأنه كان ولا يزال متمسك بطبعه الصيفي الصراوي. إذا أعاد أغنية قديمة أبهرنا وأطربنا، وإذا أتى بالجديد ما نحكيكم. خلينا نحن نسمع أغنية للفنان بككش الخير، ولا نعود بعد ذلك، ابقوا معنا. شوف في عينها في ربع طايرين عليك.
وديني بريا بالخف وعزمني وتعشي عند اللي رايح ينساني. عدنا إليكم مشاهدينا الكرام من جديد في بلاتو عشية صيف، نأتيكم اليوم على المباشر من محطة قسنطينة الجهوية بحضور فنانين شباب أبهرونا وأمتعونا في هذه الأمسية الجميلة. أمين، كنا نحكي على الأم الشاعرة التي أخرجت لنا مبدعا وفنانا أمتعنا اليوم. أكلنا شوية على تجربتك مع أمك وعلى كتاباتها ربما. والله التجربة مع الأم هي كما سبقت وقلت لك، الفنان هو إحساس وهو مجموعة من هذيك لي زيمونسيون كيما نقولوا. دونك أنا الأم الشيء اللي تربيته بكل كنت نحس بلي كاينة هي هذيك، كاينة واحد الحاجة تاع الفن هذيك، ولكن هي كانت تكتب بالدرقة كيما نقولوا، ما كانش تحط كتاباتها وكذا، كانت تنتظر حتى تكبر ولادها بكل. وفيكو أنا شوي لو بلو بتي في الدار، أنا صغير. دونك خلص مع خويا الكبير اللي ميدسان شيروجيا هنا في قسنطينه، اختي اللي نيفرولوج ثانيه اللي ميدسان، سلم عليها وعلى العائله تاعها وسلم على توت لا فامي. خويا الاخر اللي دكتور اون فارماسي، بار كونتر انا قدرت نروح لهم الجانب الفني. دونك بديت صغير فوالا دخلنا بكل كخاوه بكل، انا الوحيد اللي كملت وزدت ديت لهم الالات تاعهم. دونك الوالده ابري ابارتير من 2014 2015 هزت الشيء اللي كانت تكتبوا بكل، لا في 4 5 ريكوي مع بعضهم، لا ودي تيتر هنا اون الجيري ودي تيتر اون انترناسيونال. دونك كانت مونبر دو جوري في لا جورني دو مانوسكري ثاني عرضوها اباري، دونك كانت ان جوري تما. ولا هي بليزيور كيما نقولوا نحيوهم من هذا المنبر. انا شرف ليا كامي اني نخلي معاها لي سوفونير في الفن. شرف ليك وشرف لينا من مدينه قسنطينه، امراه تمثل الصوره الجميله للمراه القسنطينيه، ليس كذلك؟ لما لا الام تاعك تكتب لك اغنيه وتتاديها بصوتك الجميل؟ بوركوا با بيان سور، انا ما عنديش مشكل، عندي انفتاح. اقترح لها الفكره هذه. بيان سور ماليه اقترحت لك. خلاص عليا ماليه خلاص. نولي لك خالد اذا. خلاص هيا خلاص. اذا خالد، في رحابي البراقيه هو عنوان العمل الفني الذي اقيم للاحتفال بذكرى تاسيس رياض القانون. اني خربت في فلاباج فيسبوك خرب. في ماي المنصرم في ظل حجر صحي، احكي لنا عليها كذلك من هذا الافتراض اللي حكينا عليه. لا الاحتفال بذكرى تاسيس رياض القانون. هي هذا هو اللي داروه اون باراليل مع الاحتفال. فوالا هذا المنتدى الافتراضي داروه اون باراليل مع لانيفرسار تاع لا كرياسيون تاع لاسوسياسيون هذه. دو اسوسياسيون تاع الرباط سي لي بي لي بي فوالا في المغرب. وكما قلت لك جات حاجه مليحه. في 2019 كذلك شارك خالد ولأول مرة في بالمغرب في فعاليات المهرجان الدولي لآلة القانون بالرباط، كانت أول تجربة لخالد. هذيك سيتي ما بريمير اكسبيريونس على ترونجي في الرباط، كانت لي كان لي شرف كبير نحضر هذاك المنتدى الدولي. بون هما اللي كانوا حاضرين فيه، كانوا حاضرين معنا من بلدان شقيقه، سواء من تونس سواء من مصر ولا العراق ولا ما من بلجيكا من فرنسا، كاين رواد القانون اللي حاضرين من جميع قداه بلدان. كانت ليا اون اكسبيريونس اونريشيسونت سواء في المجال الفني ولا في الكوتي هيما، حتى لقيت بزاف عباد اللي درك مازلت معاهم اون كونتاكت. و بيان سور تبقى حاجه سوفنير ولا اون اكسبيريونس انوبليابل، حاجه اللي تماركي لك المسار الفني تاعك. جميل جدا، نتمنى لك التوفيق والتالق في مسيرتك. شكرا. الفنيه. تزيدوا تطربوني شويه باغنيه من ادائكم في زوج ثنائي. وي حنا رانا نقولوا للبيبليك بلي ما وجدنا والو، دونك راهي سبونطاني علينا برك. تلاقينا في البلاطو. تلاقينا في البلاطو وكانت ملقى باهي. ديروها وي نهديوها لكل مشاهدينا الكرام.
حمامي نرسل معاك كتاب مني منه وغرامي خلاني فالتهاب أقرأ لهم سلامي وأرد منهم جواب وحبابي فارقوني عنهم بكت عيون ما كانوا يعرفوني وانسوا مودتي ما كانوا يهجروني ونكروا عشرتي عشق ممحو النار الهيبة عشق ممحو النار الهيبة عشق ممحو النار الهيبة فتش عزين حتى يصيبا تعدى لباي سلم خزرني دبنا عيونه شكيت قليبو يخمم الخاين الله يخوه إذن هذه هي أجواء بلاتو عشية صيف الذي يأتيكم اليوم على المباشر أكيد إلى غاية الرابعة ونصف مساء بإذن المولى تعالى. إذن أمين بناح على غرار مشاركاتك وظهورك الإعلامي في مختلف القنوات شفنا كذلك أنك نشيط على مواقع التواصل الاجتماعي باللايف اللي تديرهم وتأدي فقط لتمتيع المحبين تاعك وجمهورك. والله لي ريزو سوسيو حنا رانا اون في بارتي من هذا الجيل الانسان صحيح. لازم يواكب العصر تاعو هذه حتميه دونك حنا من الجيل تاع مواقع التواصل الاجتماعي وايضا مواقع التواصل الاجتماعي تمدك فرصه العبد دي فوبا يعني هذه تعطيك فرصه صح. كبيره باش تقدر تبين مواهبك مش راح تلحق هذيك الفرصه كيما القنوات الاعلاميه والقنوات الرسميه لانه كل حاجه في بلاصتها ولكن راح تكمل ولو كونتاكت يسهل عليك مع لو لارج بوبليك ايضا تساعدك باش تحسن من نفسك لكن كيما حنا رانا اليوم دون ان بلاطو اون ديريكت المباشر وهذه كي تعود في لي زو سوسيو راك عندك لي انك تعمل وتقدم عمل كيما راك حابو انت وتمدو يشوفوه الناس وتقرب عندك تعليقات وتعليقات بنا لو بوبليك تو توجور ان كونتاكت افيك طون بوبليك هذيك هي افضل حاجه صحيح. ويكبر لو بوبليك تاعك على كل مره تلقى الناس يشجعوك انا ضل نشكر الناس اللي راهم معايا في لاباج وراني زدت درت اون نوفيل باج الاخرى القديمه هلا غالب صار لي بروبليم تكنيك كي تعاود تشوف الناس يلتحقوا بك بتي طابتي ويبعثوا لك لي ميساج والوفاء هذاك هو سي لا ريشيس الفنان يعني البوبليك هو كلش صحيح باسكو لازم واحد يؤدي والاخر يسامع صحيح دونك اكبر حاجه اللي يقدر ينالها البوبليك هي محبه الناس وهذاك المحبه الصادقه باحساسك الصادق تدخل الى قلوبهم بطريقه صحيحه بيعسف الشيء اللي يخرج من القلب يروح من القلب انا ديما نقولها صحيح ماذا عن علاقه خالد بمواقع التواصل الاجتماعي الشيء اللي قالوا امين جوكروا سي سوفيزون لي ريزو سوسيو راهم دو نوجور بلوز امبورتون خاصه انكم شباب عندهم اهميه كبيره غرونت امباكت باش يبينوك ديجا سواء او نيفو لوكال ولا او نيفو انترناسيونال مهمين جدا صحيح. وزيد رانا نكونوا ان كونتاكت مع دي ميوزيسيان ايترونجي ولا مام فنانين هكا من قسنطينه من لا ميم فيل ولا
يكون تنافس، يكون بلوتو تنافس دون لو بون سون، صحيح صحيح. فوالا يكون سوا تنافس سوا دي زيشونج هكا، يكونوا دي والانسان تكون عنده منهجيه برك يعرف يشتغل هذه المواقف، اكيد من ناحيه الايجابيه مهمين راهم خطيرين ثاني في نفس الوقت. دونك اللعب كي تعود عنده ديك المنهجيه ويعرف كيفاش يستعملهم في الجانب المليح يفيدوك بزاف. هي كل شيء اذا زاد شيء عن حده انقلب ضد هذه في كلش، ماشي في مواقع التواصل الاجتماعي، لا على الفنان ولا على الانسان بصفه عامة انه يعرف كيف يستعملهم، ما نتخطوش منهم الجانب السلبي خلينا نقولوا. امين كذلك شفناك في مختلف الظهور الاعلامي او حتى في الحفلات تروح بلباس تقليدي. احنا اليوم رانا في نهايه شهر التراث، حكي لنا على سر هذه الطريقه اللي تنتهجها خلينا نقولوا وتلبس لباس تقليدي فقط باش تكون سفير للهويه الجزائريه. والله هذه تاني كيما نقولوا نديرها بعفويه زعما، ماشي ماهيش منهجيه ما نديرها معينه انا قاصدها، ولكن نفتخر باللباس انا القسنطيني واللباس الجزائري بصفه عامه. وعندي درك في بالي ما من نلبس يعني مختلف الالبسه اللي راهي متنوعه هنا في الجزائر، وبوركوا با درك راني اون كونتاكت افيك دي ديزاينر وناس اهل الاختصاص في توسكي تكستيل مود اكسيتيرا، نشوفوا كيفاش هذاك الصبغه تاعنا التقليديه نديروها في عصري، والانسان يعود يمد يدخل الجانب الموضه كيما نقولوا على اللباس التقليدي. نوع من العصر انا، نوع من العصر انا فوالا. اكيد جميل جدا، راح نخليكم تستراحوا شويه الان عايش. ونديكم وندي مشاهدينا الكرام الى هذا الفاصل الموسيقي مع فرقه موسيقيه الفرده من بشار، ولا نعود بعد ذلك، ابقوا معنا.
عدنا إليكم من جديد مشاهدينا الكرام في بلاتو عشية صيف، متواصلين وإياكم إلى غاية الرابعة والنصف بإذن المولى تعالى. إذا أمين، عجبتك الأغنية؟ شفتك كنت تقولي نقدر نسمعها 12 ساعة وما نقلقش. بياسر بياسر، أنا نموت على هذا نوع من هذا، يمثل لاري شاز ديجا دلالجين. صحيح، تنوع ثقافات. نعم، احنا بكاك شي خير، أدينا المرحوم محمد العماري، استديتينا الفرقة الفردة. احنا من خلال عشية صيف نمتعوا كل الجزائريين أينما كانوا. فوالا، وحنا رانا نتمتعوا معاكم. الشمال تاع الشرق الغرب، كل واحد وحقه. مام لو ريتم هايل، دونك كنا نقصروا احنا في دي تريك زعما خصوصيات في الموسيقى، كنا نهضروا عليه كريتم. هذا ريتم نقدروا نصنفوه انه ريتم فيه نوع من التصوف وهذيك، دونك كل شيء محسوب وكذا. سي ريتم اللي تقدر تسمعه، قلت له 12 ساعة ما يقلقكش كيما نقولوا. انا في كل عدد من عشية صيف، خاصة كيجيوني شباب، نحب نسقسيهم عن التوفيق بين الدراسة وبين الموهبة ولا الفن تاعك. انت قلت لي كنت كملت الدراسات تاعك في الجامعة، لكن في آن واحد كنت يعني دير الكمانجا ودير العود، كنت في المعهد منذ سن الثامن وانت في عمرك 8 سنين بديت هذا الفن. سنة 2002 هذا، وانا زايد في 4 محبسكش، ما كانش عائق للدراسة. بالعكس بالعكس، خلاص هذا الشيء زاد عاوني. عطي نصيحة ولا رسالة للشباب وللأطفال، خلينا. فوالا الأطفال، أنا نقولها للآباء خير مادام حين نتكلموا على الأطفال. دونك الآباء نقول لهم بأنه ولادكم يعني لازم تكون عندهم هواية في الدنيا هذه، سواء رياضة سواء سبور سواء كاين حوايج بزاف يقدروا يعملوهم. ما نقدرش نقول فوالا تنشيط. أنا جد مسرور كي راني معك اليوم في احتمالية، فرصة سعيدة تعرفنا على بعضنا. لكن تسمحي لي نقول لهم أنا كي عرفت فوالا كي عرفت أنا العمر مالية الأخت كي قالت لي أنا 17 سنة والعام الجاي راهي راح تعقب البكالوريا، شرف لينا أن رانا معك اليوم. شكرا، شرف عودي. شرف كبير. شكرا. فوالا دوك نقول لهم ولادكم بلاح يزولوا هواية. الموسيقى راهي تربي، الرياضة راهي تربي. أكيد. ومن بعد الموهبة هذيك، الإنسان اللي تكون عنده موهبة ويقدر يزيد يسقلها راح يكمل في هذاك الباركور تاعه. ما كملش في هذاك الباركور راح تكون عنده كيما نقولوا تربية، مكسب. فوالا مكسب، غدوة راح يكون ناس سماع، راح يكون أمينومان، راح يكون عنده هذاك الجانب الفني ويتذوق للفن. والحياة بدون فن ماهيش حياة. صحيح. أنا كنت المقولة تاع الإمام الغزالي الله يرحمه، حجة الله، يقولوا له كان يقول لهم من لم يعجبه الربيع وأزهاره والعود واوتاره فهو مريض النفس يجب مداواته. دونك لازم نربي اولادنا على هذه الامور باش يتعلموا الفن في الجانب الفن الحقيقي، خاصة انه بلادنا باش نوصلوا هذه الرسالة، خاصة انه بلادنا بلاد قارة من ناحية الثقافية ومن ناحية العادات والتقاليد والفنون، ليس كذلك؟ بيان سور. الجزائر رانا فخورين دات الجزائرية، ما كانش يعني ماشية في قلوبنا كيما نقولوا في دمنا. ومن هذا المنبر ثاني انا نوجه رساله للشباب، نقول لهم اهتموا بالموسيقى التقليديه تاعكم، اطلعوا عليها. احنا انا كشاب يعني مؤدي لهذا الطابع الغنائي، ديفون نتسائل ومع نفسي نقول كيفاش نقدر نكون مؤثر. بالك تعرفي هاد دو تيرم في انستغرام ولا في الزوسو، يقول لك فلان مؤثر. انا نحب نكون مؤثر، كيفاش نقدر الموسيقى هذه ولو يعرفوا تعريف عليها، توصل لهم كتعريف، يعرفوا يصنفوها، يفهموها باللي كلاسيك تاعهم ما عندوش علاقه بفنون خلاف، ومن بعد يقدر يميل لاي فن اخر ولا يتعرف على شت الفن. هي حريه شخصيه. اكيد. اكزاكتلي. قولي لي كذلك خالد كشاب، وكنت تزاول في الدراسه تاعك، وفي ان واحد تحب تميل للفن وتميل لاله القانون، هذا ما كانش كعائق ليك في مسيرتك الدراسيه؟ هذا ما منعش، او كونترير، ويزيد بلوتو سي ان ديفيرتيسمون، راح يساعدك على باش سورتو كنت صغير، نحكي لك انا بوكو بلوس كي كنت صغير. سي ان موان دو ديفيرتيسمون. واش من عمر بديت العزف على هذه الاله؟ ما بديتش بالقانون، كنت نعزف على اله الموندولين اون 2004 مع جمعيه مقام. بديت من بكري وانا مع جمعيه مقام الى هي جمعيه كذلك ذات وزن ثقيل من ناحيه الفن. احكي لنا على شويه على تجربتك في جمعيه مقام. من الصغر ملي قلت مع مسيو اسماعيل الخضري فاز، قلت له سي ان باتريمون عطاه لنا والدينا من 95 ولاسوسياسيون اللي اكزيست. انا كي كبرت كنت نشفع على روحي من اللي كنت صغير، وانا كنت نروح مع الوالد تما قبل هذه، قبل ما نبدا نعزف. دونك سما الدخول للمسار الموسيقي ما كانش شيء غريب عليا، سما كنت ديجا اون كونتاكت مع الموسيقى. قلت بديت اون 2004 بآلة الموندولين، ومن بعد ان سارتان مومون اللي بديت نهز القانون في الدار وعجبني. كملت في ان واحد دراستك؟ كملت دراستي بيان سور، جامي لاشي.
انا كان الوالد هو اللي كان ورايا دائما يقول لي ما تتركش الدراسه ما تتركش ما تطلق لا دراسه لا فن. يقول لي المجال الفني في الجزائر قال لي مازال شويه محدود، مازال مش عاطينه اهميه. تسمى ما طلقتش الدراسه، جامي طلقت الدراسه، اكيد وكملت درس هندسه معماريه. الله يبارك. الحمد لله اليوم راني ديبلومي. الحمد لله. و اون ميم طون كي تشوفي راني نعزف هاوي ونحب الموسيقى، وجي تبعت دراسه على مستوى اللوبي لهنا في قسنطينه على باش تعلمت السولفاج. الكلام شيق والوقت ضيق. هذا وصلنا الى ختام هذا العدد من بلاتو عشيه الصيف اللي كان حاضر فيه كل من خالد بن طلحه عازف على آلة القانون وامين بناح. اعطينا كلمه ختاميه للجمهور ولمحبيك. والله كلمه ختاميه نسلم عليهم اونكور اون فوا، نتمنى ان شاء الله نكونوا كنا خفاف عليهم اليوم. تابعونا، كونوا معنا، التحقوا بنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ان شاء الله زيدوا صبروا، بروتيجي فو باسكو مازالت الجائحه تاع كورونا. نعاودوا نتمنوا الشفاء الشيخ حمدي بناني، وان شاء الله يا ربي يفرج علينا ربي تري تري بيانتو، يعاودوا يرجعوا الاعراس والحفلات ويرجعوا ايام السرور والزهو. وهذه هي ان شاء الله فرصه سعيده وشرف لينا ديما ان ندخلوا بيوتكم ونكونوا هنا في مؤسسه التلفزيون الجزائريه. نشكروا كل القائمين، تو ستاف اللي راهو معنا لهنا، عليك انت يا لي كاميرا ما حبابنا بكل. شكرا جزيلا وان شاء الله فرصه سعيده. وانا بدوري نشكرك امين، شكرا على تلبيه الدعوه، شرف بوكم. كبير. خالد بن طلحه كذلك شرفتنا بقدومك، كلمه ختاميه لمحبيك وللجمهور. هذا شرف لي الحضور معكم في الملتقى هذا، وهذا الشيء يحفزنا اونكور بوكو بلوس في الافنير باش نكملوا هذا المسار. ونشكر ثاني الجمهور اللي راهو ثاني يشجع فينا في سوا في لي ريزو سوسيو، سوا في دائما يشوفوا لي كومونتير تاعهم. لو ستاف بيان سور، امين خويا، سيتي ان بليزير اللي نتلاقى بك لهنا. امنيه ثاني. شكرا. وان شاء الله دوتر زوكازيون. ان شاء الله يا ربي. حنخليكم توجدوا روحكم باسكو حين نختموا معاكم بمقطع موسيقي قصير. انا بدوري مشاهدينا الكرام وصلنا الى ختام هذا العدد الجميل من برنامج عشيه صيف. تقبلوا تحياتي وتحيات كل الفريق التقني العامل معي، كل باسمه وكل بمقامه. شكرا جزيلا لكم. تقبلوا تحيات المخرج السيد نبيل يعقوبي ورئيس قسم التحرير السيد اسماعيل بالقيديه. مواعيدي معكم يتجدد الأسبوع القادم نفس القناة نفس التوقيت في آخر عدد من برنامج عشية صيف. سلام. يا عاب لا تيأس الفرح والنكد ماهوش دايم، مكتوب
في صورة شارح مكتوب في صورة شارح يا ما قلبي موضع آل الحبيب إن غاب عني